سواء سماهم وزير التربية والتعليم الفنيين أو الآخرين، سواء ذكرهم أم لم يذكرهم، فالحقيقة الثابتة والوحيدة أن هذا الوطن ما كان ليخلع ثوب الجهل، وما كان للدحنون الأردني أن يتفتح لولا وجود المعلمين، فتحية عظيمة جدا لهم، أولئك الذين علمونا بعد الله ما لم نكن نعلم، وساعدونا أن نحقق أكثر مما نحلم. تحية لأرواحهم التي أنفقوها على أعمارنا، فجعلوا النور طريقنا والوعي دارنا. تحية عظيمة للذين أخذنا عنهم الاهتمام بالوطن، رغم أنهم عاشوا فيه أقصى درجات التهميش. تحية لمن حفظونا من القصائد والعبارات ما زادنا إيماناً بأن الأردن خلق ليبقى ويعيش. سنبقى الأوفياء لكم دوماً، وسيبقى الخجل لغتنا في مخاطبتكم مهما ازددنا علماً، وسيبقى الأردن ينظر إليكم بعين الامتنان، فهو لا ينسى أصحاب الفضل، يا نعم العزوة ونعم الأهل. سيد الهوى وطني، هنا الأردن ومعلموه وأنتم.